كان عدد سكانها قبل بداية الحرب ومع بداية الحرب تقريبا 70,000، الآن لا تزيد على 10,000، وكما قال لي أحد الإخوة هي عبارة عن مدينة أشباح وليست مدينة سياح. هي مدينة. لم يبقى فقط الضفة الغربية. فقط حتى أركز. أن أبناء الضفة الغربية يقومون بالعمل النوعي بذلك. عن أي مدينة تتحدث التي تحولت إلى مدينة أشباح؟ اللي هي ما تسمى إيلات. نعم. إيلات. أيضا بالمقابل هناك مدن بالشمال أيضا تحولت إلى مدن أشباح. نعم، هي منطقة كريات شمونة ومنطقة نهرية حسب التعويض الإسرائيلي يصرفون لها تعويض 100%، وهناك أكثر من 25 مستوطنة بمنطقة تقريبا 5 إلى 10 كيلو. وبعد استهداف المقاومة لطبرية، مدينة طبرية المحتلة وصفد المحتلة ونهرية وعكا وحيفا، زاد العدد إلى يصل إلى 1.5 مليون من السكان. وباعتقادي هذا إنجاز نوعي، وباعتقادي جزء من خطة المقاومة في لبنان هي الزيادة التدريجية. المليون ونص شنو دولة؟ أو أفقياً باتجاه شنو هذول المليون ونص أستاذ تيسير؟ شنو هذول المليون ونص؟ مليون ونص إسرائيلي أصبحوا تحت ضربات المقاومة، وبكل ضربة إنذار باتجاه حيفا هناك 1.5 مليون إسرائيلي هم تحت التهديد أن تصلهم صواريخ المقاومة ما دام وصل إلى جنوب حيفا.